تعرفوا من وقت ما بلشت أشرب الجينيماري اللي هو اليونيميت هذه اللي هي عشبة المتة هاي، كتير استغنيت عن القهوة. يعني هلأ إذا ما بشرب قهوة عادي، يومي بمرق بضل مزاجي جميل. تعرفوا كيف إحنا المتعودين على القهوة بنقدرش نمشي بدون قهوة ويومنا بضل هيك وكذا، هي لأنها بتحتوي على نسبة من الكافيين. بس اللي بيفرق إنها هي يعني يعني ما بتعمل يعني مشاكل، عرفتوا هيك. بس أنا شخصيا بعد تجربتي يعني مع الجينمار، لما بشرب تنتين باليوم، أنا أولها أول ما بلشت كنت أشرب واحدة باليوم وخلاص، يعني أحسها تعطيني لكل الطاقة. بعدين أخف أكلي، بطلت أجوع مرتين يعني باليوم، بطلت أكل وجبتين باليوم لأنه بطني ما بطلب الأكل. طول ما هو ما بطلب الأكل أنا عادي بكمل اليوم تبعي. إذا بجوع بحس بالجوع، أوكي بروح بحط وجبتي وبأكل. بس إذا ما حسيت بالجوع ما بروح بأكل. والسبب أني كنت أنا زمان قبل ما أبلش على برنامج الفيل جريت كنت أجوع. السبب كان أني أنا بأكل كتير كربوهيدرات وبأكل بين الوجبات. أنا من اللي بسموهم سناكرز. سناكرز اللي بيحبوا يأكلوا تسالي كتير وبين الوجبات شغلات كتير، مثلا حتى لو أنه تقولي حبة تفاح، حبة انجاص، سن بطيخ، حبتين ثلاثة لوز، سندويشة خبز صغيرة، أبصر شو، كل هاي الأمور اللي بين الوجبات بتأثر. وإحنا ما لأنه ما بنعد كالوريز طبعاً، فهي كلها بتضيف بتضيف بتضيف. لما بتفطر وبتتغدى وبتتعشى، في الفطور عندك كربوهيدرات، في الغداء في كربوهيدرات، في العشاء في كربوهيدرات. أكلتي تمر الصبح برضو في نسبة سكر عالية، أكلتي حبتين تمر كذا، يعني إحنا ما بنعد. هلا بعد ما بلشت على النظام هذا وصرت أنظم أكلي بدون ما أشعر بالجوع، وهذا كان الفرق الوحيد بين إني أعمل حمية غذائية وصيام متقطع بدون المنتج فيل جريت، أو أعمل الصيام المتقطع والنظام غذائي مع فيل جريت. شو؟ إنه ما بشعر بالجوع. قبل كنت أعمل بس ما أصدق إمتى تيجي الساعة اللي بدي أقعد أكل فيها، أحس كأني بدي أكل كل الدنيا من الجوع بعد الصيام المتقطع يعني لفترة طويلة. وهذا الإشي اللي كان يأذيني، فأقول يا الله شو هو عذاب. يعني أنا نفسي أستمتع بوجبتي بس ما بدي أتعذب، بدي أعمل حمية بس ما بدي عذاب، نفسي أكل حبة الشوكولاتة بس ما بدي أتعذب. وهذا الإشي اللي خلاني